مش هيبقى عبء تقيل على على كل بيت مصري، لان الجهاز ثمنه صغير يجيبوه بالشكل اللي هم عاوزينه. اللي هو جهاز اللي يديني الميه المقطره، الميه عاليه التقطير، ده جهاز تمام. منزلي يستخدم في المنزل. يعني يختلف عن الفلترز او يختلف عن الفلتر، لانه بمعنى بيشيل كل بيشيل كل الاملاح المعدنيه معنى الثقيله. تمام لان انا ببخر الميه فيه الاول وبعدين بكثفها، بكثف فانا ضمنت ان انا خرجت الكلور من الميه، ان انا برضو عقمت بالحراره، هيجي لي اللي هي بتسمى الميه عاليه التقطير. الميه دي ليها قيمه غذائيه عاليه جدا لو حولتها للماء القلوي، والماء القلوي برضو بامكانيات بسيطه جدا، صوديوم بايكارب وبوتاسيوم بايكارب او معلقه عسل نحل صغيره او نص ليمونه صغيره، بشفتها او بحولها للماء القلوي. هذا الماء القلوي وسط غير قابل وسط طارد للسموم، تمام. واللي ده اللي يعني بيتباع بقد كده. نقدر نملك وحده في البيت للماء القلوي. بقول لحضرتك ان هذا الماء او ان انا اسيدك يا دكتور سيد حامضي، ده مرض. ان انا شفته للقلوي، ده الصحه، لان الوسط في الحاله دي غير قابل طارد لل